فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يرخص للدعاة ولطلبة العلم أن يخرجوا في التلفاز للضرورة؟ التلفاز نقل، ما هو تصوير يعني يثبت ويبقى، إنما هو نقل، مثل نقل الصلاة من المسجد الحرام ونقل الصلاة من المسجد النبوي ونقل الحج، يعني أن الحجاج في عرفة وفي المشاعر، هذا نقل حي، يسمونه النقل الحي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظك الله تسأل عن موضوع واحد، وهي أن خروج فضيلتكم في التلفاز يحتج به الكثير بأنكم ترون جواز التصوير. أنا أجبت عن هذا قريبا، أقول هذا ما هو تصوير، هذا نقل، هذا نقل حي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التصوير عن طريق الجوال هل هو داخل في التحريم؟ إذا كان التصوير يثبت ويبقى فهو داخل في الدليل بأي وسيلة، التصوير بأي وسيلة، أما إن كان الصورة تعرض وتزول هذا ما يعتبر، هذا يعتبر من النقل فقط. نعم.